السلام عليكم. الحي السادس. تعال يا باشا اتفضل يا باشا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على راسي يابا. الله يخليك. نتفق يابا ولا عديت؟ لا ان شاء الله عديت. ماشي العداد شغال بس لو علق ما تلومنيش. يعلق ازاي يعني؟ يعلق ممكن يعلق كده حبيبي يا باشا. انا نشوف ان شاء الله. خلي بالك عشان ما بحبش حد يلومني. لا يا باشا ما نقدرش نلومك. وما بحبش اغنيه ليمون اللي غاروا مني. يا باشا انا ما اقدرش الومك والله. عسليه الناس منين؟ انا من مصر القديمه. احسن ناس. الله يخليك حضرتك. والله انا من حته اسمها عرومه. ده عرامة دي. عرامة دي اساسا في العصافرة في اسكندرية. اجدع ناس يا باشا اسكندرية واهل اسكندرية الله يخليك. اسمك كريم. اسم احمد بكري. احمد بكري؟ اه. مش بعد بكري؟ لا. صباح الخير. بقلش؟ لا عيب عليك. اصل انا اول ما ركبت وليتك عمالة تقلش وبتاع. ايه يا عم انا بروش معاك كده عشان الطريق عشان ما نزهقش من بعضينا. طب ابوس ايدك بسرعة. روش براحتك كل حاجة بس بسرعة. وحبيبك هيفوق ولا ايه يا فاروق؟ اه فوق يا فاروق المفروض. اه فوق يا فاروق. طب مالك يا صاحبي في ايه؟ ماليش والله. طب فاروق ما فاقش. اه ندور على مين؟ ندور على فوقش. فوق يا فوقش. طب ايه طيب بقى؟ وفوق يا فاروق. فوق يا فاروق. الراجل ده ايه؟ الراجل ده ماله واقف كده ليه؟ مدينة الانتاج اصلا؟ وماله يا باشا؟ اتفضل يا باشا. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش يا اسطى. ايه يا باشا ايه اللي حاصل معاك يا باشا في العربيه؟ العربيه عطلانه ومتاخر على التصوير في مدينه الانتاج اصلا. ايه ده؟ انا عارفك يا فنان. يا باشا انا المفروض اروح الحي السادس يا باشا. انت يا عم ايه ده بس هوديك والله العظيم بس النجم ده الفنان يا نهار ابيض. فنان ايه يا عم؟ اقسم بالله العلي العظيم ده انا بحبك يا فنان. يا دين النبي يا جدعان. ايه ده يا جدع انت؟ إيه طب انا مالي كلامك معاه هو مع الفنان؟ فنان انا من يا فنان انا فاكر المسلسل بتاع رمضان اللي فات؟ طبعا فاكر طبعا. اللي كنت انت بتقعد تقول ايه يا عم الناس يا دوله وبتاع؟ اه اللي بتاع الزوجه ال 18. ايوه يا جدع انت مش عارف الفنان؟ يا عم انا ما بشوفش. انت طب الوقت انا عايز افهم حاجه. انا راكب يا جدع اتك على الصبر بس. انت كام بوهيمي مش فاهم حاجه؟ يا باشا بوهيمي ايه يا راجل؟ يا جدع عيب عليك يا راجل. يا رجولة حاضر ولا لا العظيم. طب انت ايه اللي حاصل معاك؟ معلش العربيات عطلت فجأة. ما انا مش مصدق. انا مراتي وعيالي لو عرفوا ان انت معايا تبقى ليله. الله يخليك. اقسم بالله فنان ده انا هاخد معاك فيديو. السادس عايز امشي ابوس يا عم. يا عم اهدى انت يا عم. بقول لك هو الفنان هيركب معانا كل يوم يا عم. يا عم بقول لك بقى تقدر تنزلني واقعد مع الفنان. انا معاكي يا باشا طول الليل والنهار. والله العظيم ده نزرني انا نزلني نجمه من السما. يا راجل يا جدع بكلمك. والله العظيم نزلني نجمه من السما. يا راجل عيب عليك ما تمدش ايدك. بقول لك يا عم انت اللي بتمدني. طب انت الطريق طيب عشان انا ماليش دعوه خمير ولا بتاع. يا باشا انا رايح مشوار الوقت. يا عم انا ولا راكب لعبه. واحده سيلفي بوس بطه والنبي. انا مش عارف انا ركبت مع لا اطلع بس من الصوره ما تطلعش معانا. تعالى يا باشا من صوره ايه من غير ما تزود بس. هتقول لي حنان يا حنان. يا استاذنا انت كلامك معاه وهو كلامه معاك. انا عايز افهم انا الدنيا بتاعتي. يا عم ايه ده انت مش فاهم يا باشا فهمني. خليك نجم معايا سيبك منه. كان بوهيمي ده مش معانا. يا باشا بوهيمي ايه انت اللي بوهيمي وربنا مش فاهم عشان في تصوير واقف. يا عم انا ذنبي ايه؟ انا عايز الحق مصلحتي برضه. بقول لك على حاجه. هو اللي بيركب تاكسي ده انا مراتي بتحب قوي. بتحب المسلسل انت كنت عامل فيه كنت انت والنجمه مراتك لما كنت عامل عزمي واشجان. لا يا عسل انت بقى كنت عسل. انا والله العظيم انا معارف. بقول لك انت بقى عسل. والله كنت عسل. يا راجل ركز في الطريق. يا راجل يا جدع بقول لك مستعجل. لما كنت انت بتقول في البتاع يا حنان. يا حنان فاكر يا عم لما كنت بتقول يا باشا بعد اذنك ركز في الطريق. بعد اذنك وصلني. بعد اذن سعادتكم وصلني. صوتك عالي يا باشا. انا صوتي عالي لان انا متاخر وهو راكب حضرتك وزاولني انا كده وانا مش عارف. عمال من اول ما ركبت عمال اقول لك وصلني. يا باشا طب انت بتاخد الموبايل ليه؟ يا باشا عشان انت عمال تلعب بالموبايل ومش شايف شغلك. يا باشا انا عايزك تسوق. خلينا نوصل. يا احمد هيرو اللي مفيش نجم غيره. يا باشا احمد هيرو. احمد ميرو. يا باشا على الصبر يا باشا. ما تعوجليش بقى زي عين البصل كده. ما توسخش ايدك. ما توسخش ايدك يا فنان. الفنان راكب معايا. يا راجل عيب عليك. يا راجل يا جدع ما تمدش ايدك. اوعى على الحرام من دياد. ايه بقول لك ايه؟ طب ركز في الطريق. هنجم اقعد براحتك. غلطتك النجم. اقعد بقى بركب الاشكال دي. يا باشا لا غلطتي ايه؟ والله العظيم انت كده مش جدع. انت بتمدينك اصلا وانت مضطر. كنت واقف في الشارع. يا جدع انت ما تبصش للفنان خالص. يا باشا بقول لك ايه؟ بقول لك ما تمدش ايدك. ما تمدش ايدك. انا عايز حد يعمل انا تعبان وعايز. فمد. يا راجل يا جدع عيب. يا راجل يا جدع عيب. عيب اللي انت بتعمله ده بس. يا جدع يا راجل يا خلاص يا راجل هشيل لك ريب. قطعها على كتفي يا فنان.
حطها على كتفي انا يا فنان. يا راجل عيب يا راجل، انت قلت لك وشنا فنان ايه ايه يا راجل فنان؟ مين اللي يحط رجله على وشنا ده يا عم؟ فنان اعمل لا حط رجلك في بقه، حطها في بقه. لا 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 حطها في بقه، حطها في بقه. لا ولا لا حطها في بقه، اوعى رجل الفنان عشان ابقى ادب. يا باشا انت مع نفسك يا جدع، سيب الفنان يركز يا عم. يركز يا جدع، سيبه يركز يا راجل، ما تمدش الناس بتتعب عشان اللي زيك يا ابو ايه. بقول لك ايه، ركز في شغلك وركز في طريقك، وانت حط رجلك هنا كده، مالكش دعوه. حط رجلك جنبي. ايه يا عم في ايه يا عم؟ ثانيه واحده. ايه يا عم في ايه انتوا يا عم؟ انا اعرفك، قول اي لاف يو يا نونا انت وحنان. اي لاف يو يا نونا انت وحنان، انا بحبكوا حب يستير يا حب. استنى استنى يا فنان والنبي، صورها لي فيديو. يا جدع عيب، مش كده يا جدع. انت يا جدع عيب. طب معلش، يلا استنى. معلش يا لاف يو يا نونا. نونا هو ما ينفعش فنان، انت عارف انا ممكن اعمل لك. طيب اسكت. طب انا عايزك تمشي. طيب حاجه انت بوهيم يا باشا، ما تمدش يا عم. قلنا لك انا ايه عامل يوم؟ بقول لك ايه، شغل يا راجل، لم رجلك دي. حط رجلك هنا. حط رجلك هنا كده، حطها على كده. استنى حطها على كده، حطها على كده يا فنان. استنى. لا اهي بص اهي اهي يا فنان. استنى يا باشا، انتوا خنقتوني. بص يا باشا، انا هقول لك على حاجه بس. قول لي بس، اوعى بس ايدك كده وكلمني. انا راجل بسمع. انا ودني اهي الوقت ده، انا ودني اهي. الراجل لازم يتحرك. اسود مدد يا فنان، نسيبه يا باشا. انا هتحرق دمي، هتحرق ده. لا هتحرق دمي. اوعى بس رجلك كده. نام يا فنان، اوعى رجلك. انزل لي اهو. بس 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 انزل لي اهو. والله العظيم بنهزر معاك، خلي بالك يا باشا. هتهزر معايا مين؟ انزل اهو. ده في برنامج. انزل لي يا برنامج. مين؟ معرفش برنامج. والله العظيم كاميرات كاميرات مين؟ انزل لي اهو. انت حد مش هتهزر معايا؟ لا ما انا معلش يا باشا، انا معرفش برامج. انزل لي. انزل لي اهو. انزل لي وانت انزل لي. انا معرفش برامج. انزل لي. من حسن عيد مش عارف النجم يا جدع. عيب يا جدع، الراجل عايز يريحني شويه كده يعني. الراجل عايز يريح ساعتين بس. زي الحلقه دي يا بكري يا باشا. يا بكري انت جايب التخدي منين يا بكري؟ والله ما في الكلام ده يا عم، انتوا خنقتوه نفسي كده يا بكري.